نادين ظاهر، يا اهلا وسهلا فيك. قد ايه انا مشتقت لك. انا كثير. نحن بننطر بعد بالاحرى كل جمعه بنصير نظبط الخميس ومنظبط هيك المواضيع كمان اللي بنحبهم سوا. اليوم موضوع اتيكيت هو اتيكيت الاشخاص اللي بيشتغلوا عنا او الخدم اللي بيساعدونا بالبيت. يعني ما بنعرف اي تسميه لازم نقول لحتى ما تكون هيك وطئه ثقيل. رح نحكي كذا تفاصيل، التصرفات بالبيت، طريقه التريننج اللي يمكن بتنعملهم او ما بتنعملهم. نادين، اول شيء كيف بدنا نسمي؟ على انا بالكتاب عندي تشابتر سميت اتيكيت من يعمل لدينا، لانه الخدم هي الخدمه منا يعني كلمه غلط، بس صار لها هيك مثل مصطلح وكانه شوي يعني مثل انه بدل على حدا يمكن ما مش كتير عاطينه حقه. فينا نقول مساعدات او مدبرات. هلا نحن رح نستعمل بشكل عادي، رح نستعمل اليوم كلمه الخادمه. الخادمه هم من يخدم الاشخاص الاخرين. طبعا هذا موضوع حساس كتير، وانا بتمنى انه الاشخاص اللي عم بيسمعونا يعني ياخذوها برحابه صدر. بعرف كتير اشياء رح اقولها يمكن هن بيعرفوها وبيعملوها دائما، بس رح نذكر حتى يعني اذا نفعت الذكرى، لانه في تفاصيل يمكن نحن ما بتغفل عنا او ما بننتبه لها، او حتى يمكن في اخطاء نحن بتنتج عنا ممكن انه تاثر على علاقتنا بالاشخاص اللي عم بيشتغلوا عنا او بيشتغلوا معنا. لانه الشخص اللي بيخدم بالبيت هو شخص صار فرد من العائله، وهيدي منا كلمه هيك بتمرق انه هي بحبها كثير مثل كانه فرد من عائلتي، لا، هي في حقيقه شخص قاعد معنا وفرد من العائله، لانه موجود معي ب 24 ساعه. الموظف هو شخص يمكن بيشتغل عنا بالشركه، بيشتغل 8 ساعات، عنده حياه خاصه فيه، هيدي الشخص نقلت حياته الخاصه لحتى تكون نحن جزء حتى من حياته الخاصه. نادين، بس انا هيك بدي نوه بشغله انه نحن هون ما عم نعمل انتقادات ولا عم نعمل هيك وعظات، ويمكن الحديث موجه للطرفين، يعني هون مش فقط عم نتوجه لسيدة المنزل او لرب المنزل، انما عم نتوجه لهالشخصين لحتى يكون التعامل هو الافضل والاسلس. صحيح، يكون فيه اتيكيت. صح، بدون شك انه هيدي الفكره انه يكون في عندك ناس عم تخدم ناس اخرين، هيدي شغله ما خلقت من اليوم، خلقت من عبر العصور. في اشخاص كانوا يعني مرفهين لحتى يكون عندهم ناس عم بيخدمون، وطبعا هون بنستذكر الملوك جميعا، لانه الحياه لحتى تستمر والنجاح بده يكون في يكون عمل اكيب، عمل فريق. جماعي، فريق، مش انه ما حدا بينجح لحاله بالدنيا، لا بالشرك ولا بالحياه اليوميه ولا بالحياه السياسيه، دائما بده يكون في فريق عم بيتابع التفاصيل الدقيقه، لانه الانسان عنده قدره معينه. فاذا انت عندك اشخاص كتار مسؤولين منك، لهالسبب بده يصير في عمل جماعي. وقت اللي نحن في جنسيات معينه صرنا معودين عليهم، كمان هن ببلادهم يمكن عندهم شوي حاله اقتصاديه منا متقدمة ومزدهرة لحتينا يقبلوا انه يجوا يشتغلوا عند ببلادنا، وهيدي يعني مثل ما بقولوا هيدي نعمة نحن مفروض انه ننبسط فيها، لانه وقت بيكون عندنا اشخاص. انا عشت باوروبا مش موجودة بكل البلدان يعني، وحتى اذا وجدت موجودة بشكل كتير محدود، بس يمكن كمان انا بقول هون انه الاشخاص اللي بيعيشوا باوروبا الحياة يعني السيستم قائم ليسهلهم امورهم، يعني السيستم عندهم مختلف عنا. لهالسبب حتى الولاد بيكون عندهم محل يروح عليه، حتى التنظيف، حتى الغبرة تختلف، الغسيل كل هيدول الأمور يلي وبعدين بدي أقول أنه كمان عدم وجود أشخاص بيشتغلوا معنا عملولهم ليميتينج، عملولهم تقلص لحياتهم الاجتماعية. نحن أشخاص منحب الحياة الاجتماعية، منحب نعزم، منحب ننعزم، فلهالسبب يمكن عنا بيوت مفتوحة أكثر من غيرنا، وهيدا الشيء يمكن جزء من حياتنا. اليوم الخادمة، اسمحي لي رانيا، الخادمة يجب اولا واخرا ننتبه للاساس تبع هالحلقه، انه هو انسان نحن مفروض نتعاطى معه كفرد مستقل عنده شخصيه مستقله، مش اذا اجى لعنا عم يشتغل عنا صار ممحيه شخصيته اطلاقا. فلهالسبب يجب علينا انه نعطيه حياه كريمه. شو يعني حياه كريمه؟ وهذا حق
من كل من حقوق الإنسان يلي كل الدساتير بتلحظها، يكون عنده مكان لائق للنوم، مكان لائق لحتينا يقدر يعني يهتم بحاله، حمام منفرد. إذا كان ما عنده حمام منفرد على الأقل يكون الحمام المشترك له حق إنه يستعمله بشكل يعني بوقت معين أو حسب حاجته يعني. نادين أكيد، بس يعني هون عم حتى أكثر من حسب حاجته رانيا، يعني هي لها حق إنها تفوت على الحمام تتحمم وتترتب، مش كل 24 ساعة الواحد مفروض يضل مثل ستاند باي للآخرين، في وقت لنفسه هو هيدا الوقت. نحن منعرف كرب عمل أو كأشخاص عم يشتغلوا عنا هيدا الوقت منا موجودة هي فيه. يعني في عندك من ما بعرف أنا حسب بتقولي لا بت بت بترجلجوا الوقت. تاني شغلة يجب الاهتمام بالأكل والشرب، ويمكن هيدي أمور بديهية بس صدقوني بحاجة إنه يمكن نحنا يعني ننتبه لها. الأكل ما بيصير من بعد ما نحنا نخلص الأكل، الأكل بيصير قبل ما نحنا نبلش بالأكل، منشل البورسيون تبعيتها لأنه هي ما بتاكل فضلة حدا، هي بتاكل أكلاتها، وهيدي شغلة كتير مهمة ننتبه لها. بس نادين هون منشوف كتير مساعدات ما بيقبلوا هن، يعني بفضلوا يمكن انه يخلصوا شغلهم وبعدين يقعدوا ياكلوا على رواق، يعني ما فينا كمان عرفتي. بس انت بتكوني شلتي لها البورسون تبعيتها، امتى ما بتحبي تاكلها هيدا هيدا خيارها. يعني في ناس، وانتبهي بدي اقول لك لكثير مش من زمان حتى باوروبا ست البيت من ياخذوا ما كان يقعد مع الناس، كان بيقعد، وانا هيدي اختبرتها باسبانيا. باسبانيا ست البيت ما بتقعد مع الناس، بتضلها تخدمهم لحتى يخلصوا، وهيدي شغله يمكن نحن منا مش عم نجرب نقولها، بس في عادات وتقاليد تجري بشكل يمكن بنشوفه نحن صرنا مستغرب. بس يمكن بدي اقول لك انه الاشخاص يلي حتى ست البيت، وانا بنبه دائما بالعزايم ست البيت يجب ان تجلس على الطاوله، لانه الناس ما جايين ياكلوا عندك، الناس جايين ينبسطوا بوجودك. فهيدي شغله كثير مهمه انه نحن ننتبه لها. هلا حكينا على يعني بمعنى اخر الافضل انه الخادمه او الخادمات اللي عنا بالبيت يكون عندهم مكانهم الخاص. انتبه بالمطاعم الويترز بياكلوا قبل ما يبلشوا الشيفت تبعهم. لا عم نحكي عن الطاوله، يعني عن المكان. يعني ايضا تشوفي ليه، لانه كمان لتخدمي لتعطي افضل خدمه للاخرين يجب انه كمان يكون هو مرتاح ومبسوط وشبعان، لانه وقتها بتكوني انت جوعانه وعم بتقدمي اكل كمان فيها نوع من هيك، يعني الواحد بيصير مقهور فيها قهر، بينما تكوني شبعانه وعم بتقدمي اكل بتقدميه بشكل كثير افضل. وهيدي بنعلمه نحن يعني بالتريننجز تبعولنا كيف كل حدا بيكون له الوقت تبعه وكيف بيتصرفوا. لهالسبب اذا بدي انقل انا تجربه خدمه المطاعم الى المنزل، ففي حقوق وفي واجبات. الحقوق هي انه يكون هو عنده مثل ما قلت النظافه والاحترام، والكلمه احنا حكينا عنها كلمة بليز ثانك يو لو سمحت. هيدي بالاتيكيت بشكل عام، هيدي يعني مش حكر على شخص، بونجور بونسوار شكرا، اي كلمة نحن بنقولها من الماجيك ووردز يلي نحن بنعرفها، سوري اذا كان غلطنا كمان بنقول سوري، اذا كان درقنا فيها بالمحل مثل ما كما تحب ان تعامل بدك تعامل الناس. فلهالسبب هيدي الامور وقتها بتكون جزء لا يتجزا من حياتك انت، ما في داعي انه انا لاني عم بحكي مع الخادمه عندي ما بقول لها بليز اند ثانك يو. ما في الولد عم يسمعك كيف عم تتعاطي معه، اليوم كنتوا عم تحكوا بفاميلي، الولد بيقلد الاشخاص الاخرين، فانت اذا ما تعاطيتي معهم بشكل لائق كيف بدك تعلمي الاولاد يتعاطوا معهم بشكل لائق وانساني. وهيدي كثير كلمات نحن يمكن عم نجرب نرددها، مش لحتينا نقول نحن بنفهم اكثر، لحتينا نقول انه لو سمحتوا حتى الاشخاص يلي عايشين معنا بشكل متواصل ما ننسى هالكلمات. اذا كان بدنا نوجه لها ملاحظه، اولا يجب 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 ثلاث مرات رح اقول يجب تدريبهم واعطائهم الوقت الكافي لحتينا يستوعبوا، لانه هن جايين لعنا من غير لغه، من غير بلد، بغير ثقافه. يعني انت بتعرفي انه حتى بالصين، بالصين الناس بتاكل بتفتح تمها بتقمس، يعني بتعمل صوت، وهيدي من جزء من عاداتهم وتقاليدهم. وفي عندك بالهند وفي عندك بكثير بلاد هيدي شغله بالنسبه لهم عادي، هي هيك تعودت. انت اليوم وقت بتجي
عم تعلميها شيء جديد، عم تعلميها على شكل جديد، عم تعلميها على بيت جديد، على طريقة جديدة للتنظيف. هيدول أمور يمكن هي ما بتستوعبها لأنها مش شايفتها قبل وما عندها فكرة عنها، فما أنت تجي يضيق خلقك وبعدين تصير تعيط عليها لأنه ما عم تعمل الأمور مثل ما مفروض. نعم. فيجب أنك أنت اليوم تاخدي وقتك للتربية. هلا اذا صار لها سنتين مثل ما هي مرسي اذا صار لها سنتين مثل ما هي معناتها في كوميونيكيشن، في مشكله كوميونيكيشن، في محل معين مش عم نقدر نوصل لها المساج مثل ما هو. في كثير ناس عنيدين، في كثير ناس محدودين، في كثير ناس نادين مش محدودين القدره. بدنا نشوف قديش كمان نحن، لانه انا بدون شك ما عم بقول ابدا انه هن كمان منزلين ونحن عم نكون الشيطان الاكبر، لا اكيد هن كمان جايين بأفكارهم بمعتقداتهم، خصوصا وقت بيكون صار لها فترة كمان أطول بالبلد. أنا بلاقيها بترجع لورا ما بتتحسن، يعني احنا بنسميها تبلدت كتير. فبيصير عندها نوع من الليفرج. بدي نبه قبل ما يخلص الوقت لشغلة كتير ضرورية، ما نطلب منها شغلة يلي بالعادة ما مش مفروض انها تكون من صلب شغله. وهيدي هون خلينا نفصلهم انا وياك نادين. صحيح. في كذا شغله هيك حابه اسال عنهم. انا ما بدي اذكر المشاهدين انه بيقدروا يتصلوا يطرحوا اي سؤال له علاقه بموضوع اليوم اللي هو اتيكيت الخدم لسيده نادين ظاهر، اللي بتقدر تجاوبكم على اي سؤال اللي بتحبوه. نادين يعني هون رح نبلش نفوت بالتفاصيل. صحيح. وعندي سؤال هيك يعني يمكن بيختصر كل شيء، هذا اللي طلع سبب الحلقه. هل هالشخص اللي عم يعمل لدينا، هل نحن بنعتبره مرآة لنا او هو مثل ممثل لنا؟ اي بطريقه الرد على التليفون، بطريقه استقبال الاشخاص اذا نحن كنا غايبين، او بطريقه اذا يمكن نحن مشغولين شوي وهن بدهم يقوموا بالواجب مع هالاشخاص. يعني هل هدول لازم يعرفون ومجبور؟ قبل ما تجاوبين بدنا ناخذ اتصال. أوكي. على السريع. الو، صباح الخير. أسألك سؤال. مين معي؟ ريما ريس. أهلين. أنا كنت بمسبح ومسبح 5 ستار، وكنت بسبح بنت خيي وببركة ولاد ستار. كنت أنا والناني الخادمة وبنت خيي والولاد مليانين بالبركة. وش؟ Is it allowed? Eventually it is not allowed. Okay. I have to admit that there is another sorry بعد ذلك لحظة نرجي. شوفي إليك حق تنزل معك كضيفة. أوكي أنا معك، بس ما إليك حق تنزل معك لتهتم بالولاد. اولا هيدا وقت ولا تكون ببركة الاولاد صغار. 2 pieces wearing 2 pieces انا وياك. ايه اذا كانت، اذا كان بشكل عادي يعني. بعدين اذا كانت مربيه كمان مختلفه عن الخدمات، لانه المربي هي شخص قيم على الولد. هيدا اللي عم نجرب نفصله انه في فرق اليوم بين الميد. لا شيز ميد الا كانت ببركه السباحه. شيز ميد بس there were two maids ببركه السباحه. ممنوع ممنوع. والمسبح مشهور وانا حكيت مع الاداره وحكيت مع صاحب المسبح. انتبهي ممنوع. قالوا لي انت رسيس. اكزاكتلي. انا ماني رسيس، انا مع البروتوكول. انا الخادمه لما بدي اجيبها ساعتها بحطها معي وبخدها كل يوم كل يوم على البحر او بخدها everywhere I go. انا مع انه الخدمه بقول لها thank you and please وكلنا بتحكيون I do that، بس في شيء اسمه بروتوكول. لا شكرا يعني لاتصالك. لا 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 ريما، رح نجرب نجاوبك على سؤالك. نادين انا كمان يعني بحير هذا الموضوع انه ليه لا. طب ما هي انسان. لا بالعكس، انا هيدا اللي بدي اقوله. هن الراسيست لانه الاشخاص يلي جايين عم بيخدموا الولد بمكان هن مفروض يكونوا عم ينبسطوا فيه، هيدا خطا. طب نادين بس اوقات السيده بحاجه لشخص يساعدها بالولد. بالزبط. في سيدات ونحن بنشوفهم دائما مع بيبي صغير ويعني بالضبط. اذا انما السيده وقت اللي بتكون هي عم تهتم بالولد، الخوف وين بيصير؟ انك انت اليوم عم تنزلي مع اولادك، عم بتنزلي الخادمه معك لتهتم لك باولادك، وانت بتعرفي انه هيدا الوقت مفروض السيده تكون عم تهتم بالولاد. اذا كنت انت عم بتسبحي اولادك والبنت عم بتساعدك، هيدا صار طبيعي. انما تكوني انت قاعده عم تتشمسي وحدا اخر عم بيقوم بواجبك انت، فهذا شيء غلط.
لأنك أنت اليوم وقتها بتكوني موجودة بمكان، هيدا وقت للولاد، هيدا وقت لإلك، هيدا وقت للتواصل. السؤال اللي بينسأل نادين أيضا، هل الأفضل مثل ما سيدة تفضلت وسألت أنه تكون هالخادمة اللي عم بتساعدك لبسة تيابة وعم بتساعدك بالشوب، أو تكون عم بتساعدك مع الأولاد بالمسبح مع يعني لباس سباحة؟ كلنا عنا أولاد وكلنا ربينا أولاد كتار، يعني أكثر من ولد بذات الوقت، وكلنا قدرنا أنه يعني افترضي أنت أنه ما عندك حدا بكل بلاد العالم وقتها بتروحي على البحر، هيدا أقل ما فيها أنك أنت تقومي تسبحي ابنك. مش طبيعي نشوف أنه أنت قاعدة، وهيدا شفناها. هلأ أنا قلت مش مسموح تفوت أي إنسان على أي محل على أي مكان، هذا الدستور هو بيرعى يفوت يستجم، مش يفوت يشتغل. يعني مش هون مش قصة ولا جنسية ولا أي شيء، هون قصة وظيفة exactly. فقط يعني حتى لو كانت يعني يمكن تكون من ذات الجنسية بالزبط. تكون سفيرة صحيح. يعني ما. صحيح نا. ممكن نا. يكون أي شخص من أي جنسية ممنوع يكون قاعد بمحل فيه لجر نا. ناس قاعدة أصحاب الهيدا وناس آخرين عم بيخدمون. بفتكر توضحت الفكرة. اسمحي لي أخذ اتصال. ألو ألو بونجور. بونجور مين معي؟ بونجور مايك ندى. أنا أول مرة بحياتي بتصل على البروجرام، بس لفتني شيء وأول مرة كمان بشوفها. إن شاء الله دايما تتستفيد. في ناس في الحياة بيختاروا مهنتهم، وفي مهنة بتختارهم وبتليق عليهم وبتلبسهم من فوق لتحت. مدام نديم خلقت عشان تكون مختصة بشيء بخص الأتيكيت، القعدة، الكلام، الشكل، يعني ما بعرف شو بدي أقول، بس إنه من فوق لتحت هي بنفسها مجرد ما تشوفيها بتحب إنك تعرفي شيء عن الحياة بخصوص الأتيكيت. الله يخليك، شكرا، هيدا من ذوقك من لطفك، يعني خجلتيني، شكرا كتير، بتشكرك. عندك أي سؤال تحب تقولي لنا إيه؟ ما في أي سؤال. شكراً لهالكلام المعسول. أهلا وسهلا فيك نادين. خلينا نكمل لكينا بالتفاصيل اللي كنا عم نحكي عنها بهالوقت المتبقي لنا عن البيت. يعني هل مفروض يكون بيعرف بكل هالتفاصيل هالشخص اللي عم بيساعدنا؟ كنت سألتيني سؤال رح جيبه لحتينا رد على كمان فكرة. أنا اليوم كست بيت ممنوع أنا الخادمة تضيف القهوة، هي عملتها أنا بضيفة، هيدا هون الاتيكيت. هيدا اليوم اللياقة اللي انت عندك اياها تجاه الاخرين اللي عم نحكي فيه، انه انا اليوم صحيح عندي ناس عم تشتغل، بس انا ما بخل باللياقة اطلاقا. لو انه مرتبة ومنيحة ونظيفة وكل شيء، يعني اليوم الصينية باخدها منا على الباب وبفوتها لانه انا ست البيت، وهيدي لياقتي للاخرين. وقتها بدي ترد على التليفون، اذا ما بتعرف ترد على التليفون يستحسن انه ما ترقط التليفون، بس مش معقوله انت تلفني على بيت ما بتفهم عليكي، بتقلك مادام نوت هير، وبعدين بتسكر الخط، انت ضيعتي وقت، والشخص فكر انه هو رح يوصل له المساج وما وصل له المساج، فلهالسبب يستحسن انه ما ترد على التليفون. كيف لازم يردوا انت؟ او بدها تقول بتكون على الاقل تعرف تحكي اللغه، يعني اذا ما بتعرف اذا بتعرف تحكي بس انجليزي تفهم تحكي انجليزي طبيعي، بتاخذ الرقم اذا كنت انت علمتيها هو ازت، بتقليك بتكتبها، بتكتب الاسم وبتكتب الرقم تبع الشخص. إذا على الأقل إذا ما عندها القدرة أنه تاخد هالمعلومتين مثل أي سكرتير تاني، لأنك أنت اليوم ضيعت وقت الشخص الآخر. في فرق بين ما أنت عم بتردي على التليفون. هلأ في ناس تقولي طب أنا بركي بدي أتصل فيها، لألا بده يكون في طريقة تانية لحتينا تتصلي فيها، أو على الأقل وقت اللي بتتصلي تدربيها قد ما بتقدري أنه شخص أشخاص وقتها بيتصلوا فيك يقدروا يعرفوا مين. وأنا وقت اتصلت لعندي كمان السيدة ردت علي وقالت لي مس أشعر مادام ناتير، يعني كتير مهم أنه الواحد يقول مادام ناتير هو إزت، أخذت الرقم وأخذت الاسم لحتينا تبين انه هي فهماني، وطبعا توصل الرساله لصاحبه المنزل يعني، ولكن يمكن ما بحق لها تاخذ المعلومه. يعني ما فيها تسال انه ليه متصله او لا شو بتعود، لا طبعا لا فيها، بس تاخذ الاسم والرقم، ومن ثم الشخص يلي هو
هن يعني بيكونوا بيعرفوا كيف يردوا على التليفون، لانه شو بدك منا؟ اكيد هيدي منا سؤال، حتى بالمكاتب ممنوع ينسال. نعم. يعني الا اذا كان انت قيمه. نعم. لانك تحل الموضوع. نادين، بفتكر كلنا بنوقع بهالمشكل انه يمكن نكون بالغرفه او عم ناخذ دوش ويوصل شخص قبل وقته، قد ايه بحق لها او لوين بحق لها توصل معه؟ يعني شو بحق لها تعمل؟ نعم. هلا اذا انت ناطره ناس، اذا ناس يعني عندك ناس انت ناطرتيهم، انت مفروض تكوني على الباب. انا بسمح انه ينفتح الباب، انما ست البيت او سيد البيت هن يلي عم بيستقبلوا، بشكل انه هي ما تكون وهيدا الباتلر يعني ما اكون انا عم بحكي شو ما كان، هيدي اساس الخدمه. يعني الباتلر وقتها بيفتح الباب، اذا كان الشخص اناونسد، اذا جاي اوريدي بيكون سيد البيت ناطر على الباب او ست البيت، واذا لا إذا إجوا بدون سابق يعني هيدا يعني إنذار، بتفتح الباب وبعدين بتفوتهم على السالون دغري بتعطي خبر، بس ما بتتركوا. وممكن تسألهم شو بتحبوا تشربوا شو بتحبوا تاخذوا أبداً، لأنه أنت مش مفروض يكون وقت. نعم. قصير. نعم. إلا إذا كان جايين فعلاً أنت ما عم بتردينا هيك على الأيام الراقية. هذا الإتيكيت هيك بتعرف. على أيام 10 عبيد صغار. هلا أنا بدي أسألك، شو عم تحضري؟ عم تحضري 10 عبيد صغار؟ إيه عم بحضر كل شيء نادين، ما عم لح على الام تي في. انا بعدني على القنبي لو بس عشا عبيد صغار كتير 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 حلو، وايضا هيك بتحسي زمنه الزمن اللي مش كتير محدد، يعني شويه هيك انتمبوريل اذا فينا نقول، وبيردنا على هالايام اللي كان فيها لياقه هالرجال الجنتلمانيه. يعني هي اكاتا كريستي بكل الاحوال، يعني كان دائما لانه مستوحيت كمان. لا. ما تنسي من الارستقراطيه الانجليزيه. بس في شغله كتير انا لقيتها حلو بالبرودكشن، برافو على الانتاج. الانتاج كتير عطى ترك روحيه 10 عبيد صغار، بس بدون ما يوقع بالنقل، بدون ما يوقع بال imitation، يعني بدون ما انه هيدا الفضل للكاتب بتوني شمعون اللي كان ضيفنا الاسبوع. صحيح. الماضي بدي وجه له تحيه. شكرا لك نادين ظاهر. مشاهدينا رح نختم بمقتطف من 10 عبيد صغار. رميس جايين ناخدك. رجعوا لورا، رجعوا لورا. الأوامر بتقول إنه ناخدك، ونحن ما فينا نخالف الأوامر. أوامر مين؟ أوامر مين؟ نحن ما فينا نخبرك، اسألي بنت أختك، هي بس فيها تخبرك. مشي معنا لميس. مشي معنا بالمنيح. ما انت ميتة مثلنا، بس مانك عارفة. ماشي معنا بالمنيح احسن ما ناخدك بالقوة. لا انا مش ميتة، بعدوا عني بعدوا عني، انتو ميتين انا عايشة، بعدوا عني تركوني، بعدوا عني تركوني انا عايشة. انتو بعدكم ميتين، انتو اللي ميتين، انا بدي اعيش بدي اعيش بدي عايش. انتو ميت، انا عايشه، هن الميتين، هن الميتين، انا عايشه انا عايشه ليلن، انا عايشه ليلن، هن الميتين ليلن، انا عايشه ليلن، انا عايشه ليلن، انا عايشه انا عايشه انا عايشه بدي عايش.